موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أفاد القيادي في قوة حماية درنة محمد المنصوري باستشهاد طفل وإصابة أمه في منطقة وسط البلاد بسبب القصف العشوائي. أوضح المنصوري في تصريح لقناة نبأ الخميس أن ميليشيات الكرامة تواصل القصف العشوائي على أحياء المدنيين. كانت مصادر محلية قد صرحت للنبأ الخميس باستشهاد الشاب سفيان هويدي جراء القصف العشوائي المتعمد من قبل الميليشيات. أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق سخيرات خالد المشري اعتزامه زيارة طبرق. أوضح المشري في رسالة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه سيكون على رأس وفد من 30 عضوا عن كل الدوائر الانتخابية في محاولة للوصول لتوافقات وحلول عملية لتجاوز الانقسام. ولم يحدد المشري في رسالته موعدا للزيارة، ترك المجال متاحا أمام مجلس النواب لاختيار الوقت المناسب. اتهم ناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم المنظمات المتمركزة قبالة السواحل الليبية بأداء دور مشبوه لصالح شركات ودول كبرى حسب قوله. وأكد قاسم في تصريح لنبأ أن جهات خفية تقف وراء هذه المنظمات متخذة من النشاط الإنساني غطاء لها في ظل تزايد أعداد المهاجرين عبر السواحل الليبية. كشف قاسم أنه من المنتظر أن تجمع الأطراف المسؤولة في ليبيا على مذكرة سلوك تنص على التصدي للمنظمات التي تتاجر بحقوق الإنسان، إضافة إلى تقوية حرس السواحل الليبي للحد من التزايد المطرد لعدد المهاجرين والمفقودين. وجه رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج الوزارات والهيئات والجهات الأمنية إلى ضرورة سرعة استكمال كافة متطلبات العودة الخدمية والأمنية لأهالي تورغة. جاء ذلك خلال اجتماعه الأربعاء برئيس المجلس المحلي تورغة وعميد بلدية مصراتة وأمير المنطقة الوسطى، حيث اطلع على تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق تورغة مصراتة. وأكد السراج إلى ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمتطلبات الأمنية لتحقيق عودة آمنة ومستقرة للأهالي. ختام الموجز، إلى اللقاء.